السلام عليكم. انفرو تمبرال اند انفرو تمبرال فوسا الجزء الثاني. احنا حكينا بالجزء الاول الباوندري الكونتينز، وقلنا الكونتينز اربعة اشياء قسمناها الى اربعة مجاميع: المسلز وهي المسلز اوف ذا ماستيكيشن ثلاثة، اللاترال والميديال تيريجويد مسلز، والانسيرشن اوف ذا تامبراليس. وقلنا اكو بلاد فازلز، وهاي شيئين. الشيء الاول هو الفيرست اند سكند بارت اوف ذا ماكسيلري ارتري والبير برانشز. اثنين الفينوس بلكسس تيريجويد فينوس بلكسس. وقلنا المجموعه الثالثه هي النيرفز، وهي اهم شيء بالموضوع اللي تهمك انت كطبيب اسنان. قسمناها هاي الى ثلاثة مجاميع. المين نيرفز، المجموعة الرئيسية من الاعصاب، وهي المندوبلر نيرف اند اتس برانشز. كلهن موجودات، هذني البرانشات مال المندوبلر نيرف، كلهن موجودات بالانفروتمبرال فوسا. اثنين مجموعة الباراسمباثيتك انرفيشن فور السليبري جلانس، اللي تشمل الجانجليا والبري جانجليتك فايبر والبوز جانجليتك فايبر. احنا قلنا اي جلاند بالجسم، اي غدة بالجسم مو شرط لعابية، تكون الافراز مالها يعني السكريتو موتور فايبر مالتها هو باراسمباثيتك. والباراسمباثيتك باثوي، طريق الباراسمباثيتك، يتقسم الى ثلاثه مراحل: بري جانجليتك فايبر يعني جاي من الجهاز العصبي المركزي، هذا العصب اللي يربط اللي يطلع راسا من الجهاز العصبي المركزي يعني البرين، يصل الى بيرفرال جانجليا. زين، ومن البيرفرال جانجليا عصب اخر اسمه بوز جانجليتك فايبر يروح الى الجلاند. فالباثوي مال الباراسمباثيتك يتقسم الى ثلاثه: بري جانجليتك، بوز جانجليتك، وجانجليا. زين، هذن اللي راح نلقاهم بالانفروتمبرال فوسا ثلاثه: اوتيك جانجليا، اللسر بتروزل، الكوردا تمبني. اوكي، المجموعه الثالثه من الاعصاب وهو يمر في الجلان في منطقه الانفروتمبرال فوسا، ويبقى برانش واحد ويختفي راسا، يدخل من غير فتحه الى منطقه اخرى، وهو المكزيلري نيرف، الجزء الثاني من الترايجمينال نيرف. واول برانش يطي قبل ما يطلع من مو قلنا احنا يدخل لمسافه قصيره داخل الانفروتمبرال فوسا ويرد يخرج راسا من فتحه ثانيه. من يدخل يطينا برانش اسمه سوبيرير بوستيرير الفيولار نيرف، فهذا مهم بالنسبه لطبيب الاسنان لانه يجهز ذا لاست مولر تيث، ابر لاست مولر تيث. اوكي، فهذا لازم تعرفه وين ينطي هذا. اوكي، فهو قسم يضيفوه على داخل من مكونات الانفروتمبرال فوسا، وقسم ما يضيفه على اعتبار انه اول ما يدخل الفتحه يطي، بس هو يمشي على البوستيرير بوردر اوف ذا المكزيلا اللي تشكل لنا الانتيرير باوندري مال الانفروتمبرال فوسا. اوكي، والمجموعه الرابعه من محتويات المنطقه هي ليجامنت المتمثل بالسفينو مندبلر ليجامنت. اوكي، اذا محتويات المنطقه اربعه: مسلز، بلاد فازلز، نيرفز، ليجامنت. البلاد فازلز هي اثنين: الفيرست اند سكند بارت اوف ذا ماكسيلاري ارتري والتيريجويد فينوس بلكسس. المسل ثلاثه: ميديال ولاترال تيريجويد اند انسيرشن اوف ذا تمبراليس. النيرفز قسمناها للحفظ، قسمناها الى ثلاث مجاميع: العصب الرئيسي مندبلر نيرف اند اتس برانش، مجموعه السكريتو موتور بري جانجليتك فايبر
of the salivary gland اللي هي الاوتيك جانجليا اللسر بتروزال والكوردا تمبني ومجموعة العصب اللي مر بسيط بداخل الجلاند اللي هو maxillary nerve and its first branch هو superior posterior alveolar nerve والligament هو sphenomandibular ligament. فهذا الصورة توضيحية تبين لك محتويات الانفراتمبرال فوسة بعد ما شلنا السكن وشلنا الماسيتر مصل وكسرنا الريموس اوف ذا المندبل بقينا الكوندايل بروسيس المتمثل بالهيد المتمفصل ويا المندبلر فوسة مكونا من التي ام جوينت بس قطعنا الكورونويد بروسيس كله زين وقصينا عضلة التمبراليس لذلك الانسيرشن مالتها هو راح لان هي انسيرتد الى الكورونويد بروسيس فراحت ويا الكورونويد بروسيس فرأسا ورا ما شلنا هاي القطعة من العظم بينت محتويات الانفرا تمبرال فوس هاي محتوياتها ايش راح نلقى راح نلقى اول شيء هنا تلقى عصبة وريدية شبكة وريدية رأسا تلقى هنا بس هنا ما مرسومة شبكة وريدية تشيل الشبكة الوريدية يعني تلقى هذا الارتري اللي هو مكزيلري ارتري مين جايك المكزيلري ارتري جايين من الانقسام الاكسترنال كاروتيد ارتري داخل الباروتيد جلاند خلف النك اوف ذا المندبل الى تو برانشز اللي هو هذا مكزيلري اللي يروح ميديالي تورز ذا الانترنال انترا تمبرال فوسا والسوبرفيشال تمبرال ارتري اللي يطلع من السوبيرير بوردر اوف ذا الباروتيد جلاند فهذا الارتري هو المكزيلري راح يمشي على العضله الرئيسيه الموجوده بالمنطقه وهي اللاترال تيروغويد مصل اللي بها تو هيد لور هيد وابر هيد زين الابر هيد اللور هيد هذا اذا تشوفه اللور هيد جاييني من اللاترال سيرفيس اوف ذا تيروغويد بليت هذا هو اللاترال سيرفيس اوف تيروغويد بليت اوكي جاييني ورايحه هي والابر هيد رايحات يتشلبن بالتي ام جوينت كابسولز زين والتيروغويد فوسه اللي موجوده هنا هاي كلها تعرفها المصطلحات من صف الاول اوكي فنشوف الارتري يمشي على العضله قسم الاول ما يمشي على العضله هذا جايين من منبع ماله هذا القسم الاول القسم الثاني بيمشي على العضله اوكي القسم الثالث راح يختفي يطلع من المنطقه يدخل الى التيروغو بلاتاين فشر يدخل الى منطقة ثانية اللي هي سفينو بلتاين فوسة زين فراح نشوف هذا الجزء الثاني والجزء الاول وفروعهن داخل المنطقة تشيل هذا الارتري تلقى العضلة الرئيسية هاي العضلة الرئيسية هي اللاترال تيروغويد مصل بها تو هيد هذا اللور هيد وهذا الابر هيد اوكي الابر هيد هذا جاييني من الانفروتمبرال كريست هذا الانفروتمبرال كريست ومتجه الى لاترالي على مود يتحد مع اللور هيد وانسيرتد تو ذا تيروغويد فوسا اللي موجوده بالكوندايل بروسيس اند الكبسول اوف ذا تي ام جوينت اوكي وجواها جوا هاي العضله نلقى الميديال تيروغويد مصل اللي هي هم تو هيد هذا السوبرفيشال هيد وهذا الديب هيد السوبرفيشال هيد جايين ميل جاييني من المكزيلري تيوبروسيتي اللي هو صاير خلف السوكت اوف ذا لاست مولر تيث زين والديب هذا الديب جايين من الميديال سيرفيس اوف ذا لاترال تيروغويد هذا اللاترال تيروغويد بي ميديال سيرفيس ولاترال سيرفيس ولاترال سيرفيس اللاترال سيرفيس يعطي اوريجين الى اللور هيد اوف ذا تيروغويد مسل لاترال تيروغويد مسل الميديال سيرفيس اوف تيروغويد بليت يعطي اوريجين الى الديب هيد اوف ذا ميديال تيروغويد مسل زين فصاير اللور هيد اوف ذا لاترال تيروغويد مسل ما بين السوبرفيشال والديب هيد اوف ذا ميديال تيروغويد اوكي فتصير اللاترال تيروغويد ابر هيد ولور هيد وبيناتهن جروف والميديال شوف هاي الميديال ديب ميديال تيروغويد مسلز واللور بوردر اوف لور هيد اوف ذا
lateral pterygoid اكو همين جروب هذا زين. فنشوف انه تطلع شرايين من هاي المكاين من هذا المكان اوكي. اذا العضله اللاترال pterygoid تعتبر عضله كي مسلز عضله يعني تعطيك تحدد مكانها اذا كي مسل يعني تساعدك بفهم المنطقه بتسميه الاستراكشرات الموجوده بالمنطقه زين. اول ما تجي للمنطقه تباع على العضله اللاترال pterygoid تحدد الابر هيد اللور هيد الجروف بين الابر هيد واللور هيد تحدد اللاترال بوردر اوف لور هيد. فاني ستراكشر ابيرز فروم بين الابر هيد واللور هيد هو البكل هو البكل نيرف اللي راح يجيني من المندبلر نيرف اللي يصير خلف العضله وهذا سنسري الى الميوكوزا اند سكن اوف ذا تشيك. التشيك الخد يتكون من سكن مصل ميوكوس ممبرين زين. المصل هي بوكسينيتر زين. السكن والميوكوس ممبرين يغذيهم هذا البكل نيرف يسموه لونج بكل على مود يميزوه على البكل مال الفيشل اللي يجهز البوكسينيتر. هذا اللونج بكل صحيح يمشي على البوكسينيتر بس هو ما يجهز البوكسينيتر اللي يجهزها هو البكل نيرف اوف فيشل زين. واضح any structure appears from below the lower border of the lateral pterygoid muscle هو lingual and inferior alveolar nerve اللي هن برانشات مال المندبلر اللي خلف العضلة. واضح واضح هسه من هيك انت تفهم المنطقة اذا عرفت العضلة تقدر تعرف الستركشرات اوكي. وهاي اللي تشوفها هي برانشات هنا اكو برانشات من الفيرست بارت اوف ذا ماكسيلري ارتري اكو 5 برانشات وكذلك من السكند بارت هذا السكند هم راح يقسموه الى 3 بارت لي فور ديسكريبشن. فيرست بارت هذا قبل ما يوصل العضله سكند بارت يمشي على العضله ثيرد بارت يطلع من المنطقه يدخل الى سفينوبلاتاين فورام. كل بارت يعطيني 5 برانشات اللي يهمني البرانشات مال الفيرست بارت والسكند بارت. واضح هاي الصورة الأولى. هاي الصورة الثانية deep dissection يعني شن العضلة شن العضلة lateral pterygoid muscle والستركشرات الموجودة عليها ونشوف شكو خلفها. بعض الأحيان هذا الارتري ما يمشي superficial يمشي deep. فهنا بهاي الرسمة رسمي deep هو موجود variety بالبشر. أكو بشر الارتري يمشي على lateral pterygoid وأكو بشر يمشي جواها واكثر شيء هو يمشي فوقها زين. فنشوف الارتري هذا الارتري شوف هذا فيرست بارت هذا السكند بارت هذا الثيرد بارت يدخل بالفورامين يدخل يروح الى السفينوبلاتاين فورامين اوكي. فتشوف هنا الديب ستراكشر اللي موجود شن احنا العضله بين الديب هيد اوف ذا ميديال تيرجويد ماسلز لانه هاي قلنا شنو صايره خلف اللاترال تيرجويد. lateral pterygoid عليها صاير superficial head of the medial pterygoid تشيلها تطلع lateral pterygoid تشيل lateral pterygoid تشوف جواها من الأسفل deep head of the medial pterygoid وتشوف العظام. هاي العظام الموجودة بالمنطقة بها فتحات هذن الفتحات الرئيسية هي ovale sponosum ها هذن اليربطن middle cranial fossa ويا الانفرا تمبرال فوسا وهذا الفشر اللي هو شنو بترو تمبانيك فشر يدخل من عنده الكوردا تمباني من الفيشيال نيرف جايين من الفيشيال هذا شبين نيرف هذا يحمل شيئين يحمل سبيشال سنسيشن فور تاست للتذوق باللسان مو كل اللسان الانتيرير تو ثيرد اوف ذا تانك اوكي. ويحمل ايضا البريغانجليتك بارا سمباثيتك انرفيشن سكريتو موتر فايبر فور سب مندبلر اند سب لينجوال جلاند على مود يوصل للجلاند عن طريق يطبق راسا ويه الانفيرا اللينجوال على مود يروح للمنطقه اوكي. لان هذا اللينجوال من اسمه لينجوال يعني لسان هو رايح للسان زين. فاحنا من نشيل اللاترال تيرجويد راح نشوف الارتري اذا كان في حاله الديب والبرانشات مالته وراح الرئيسيه البرانشات الرئيسيه هنا هو الميدل
منينجيل، هذا الميدل منينجيل رايح وين؟ يدخل الى الميدل كرينيال فوسي، يجهز المنينجيز عن طريق الاوفالي. اذا الاوفالي يدخل من عندها المندبلر نيرف ويخرج من عندها الميدل منينجيل ارتري، زين، ويدخل ايضا من عندها اللسر بتروزال نيرف، عرفتوا؟ يعني الاوفالي ثلاث ستركشرات يفوتن بيها، لسر بتروزر، مندبلر نيرف، ميدل منينجيال ارتري. ميدل منينجيال ارتري فيرست برانش فروم ذا فيرست بارت اوف ذا ماكسيلري، يدخل من داخلها على مود يجهز المنينجيز، زين. بعد شنو؟ المندبلر ارتري نيرف هذا يدخل الى الانفروتمبرال فوسا من هنا، وراسا يتقسم الى تو برانش، هذا انتيرير برانش وبوستيرير برانش. انتيرير برانش يعطيني ثلاثة موتر وواحد سنسري. السنسري هو البكل اللي حكينا عليه، والموتر هو اعصاب تغذي ثلاث عضلات من الماستيكيشن، التمبراليس، الماسيتر، واللاترال تريجويد. اوكي، للتمبراليس يعطي اثنين برانشين، ديب وسوبر، انتيرير وبوستيرير، هذني انتيرير وبوستيرير برانش. اوكي، الترانك قبل ما يتقسم، مندبلر ترانك قبل ما يتقسم يطي برانشين، ما مرسومات هنا أنا بالرسم، واحد هذا، لا مرسومة، هذا مرسومة، واحد مرسوم اللي هو شنو، هذا يطي قبل ما يتقسم، هو نيرف تو ذا ميديال تيريجويد ماسلز، هذا تتجهز من الترانك رأسا، زين. والبوستيرير ترانك هذا يطيني ثلاثة سنسري واحد موتر. شنو إن الثلاثة السنسري؟ الاوريكولو تمبرال، هذا الاوريكولو تمبرال، هذا الاوريكولو تمبرال ينشأ من تو روت يحيطن الميدل منينجيال ارتري، وبعدين يتحد يروح الى الباراتيد جلاند، وعرفنا شنو هذا، زين. الثاني اللي يعطيني هو اللينجوال، هذا اللينجوال، هذا من اسمه لينجوال، رايح يعطي السنسيشن للتنج، بس شو يا سنسيشن؟ جنرال سنسيشن. التاست تجيني عن طريق كوردا تمبني، هذا اللي راح يطلق وياه جوينت وياه ويروح، زين. التذوق عن طريق الكوردا تمبني، بس الجنرال سنسيشن هو اللينجوال نفسه. العصب الثالث السنسري هو هذا انفيرير الفيولر، هذا راح ينزل يدخل الى المندبلر فورامين الموجوده بالانر سيرفيس اوف ذا اوف ذا ريموس. شي يجهز؟ هذا يجهز الاسنان، الفك السفلي، زين. بس قبل ما يدخل الفتحه يعطيني هذا البرانش اسمه انتي نيرف تو ذا مايلوهويد، هذا مهم، هذا موتر مو سنسري، يجهز عضلتين اخريات اللي هي انتيرير بيري اوف ذا دايجاستريك اند المايلوهويد، زين. نلقاهن هذني بسب مندبلر ريجن اللي راح ناخذها. اوكي، هاي واضح. هذا الارتري، هاي رسم اخر يوضح لك الارتري. الارتري هو المكزيلري ارتري، الارتري الرئيسي الموجود بالانفروتمبرال ريجن هو المكزيلري ارتري، وهو برانش وان ذا لارجست تيرمينال برانش اوف ذا اكسترنال كاروتيد انسايد الباراتيد جلاند، زين. هذا يدخل الانفروتمبرال فوسا، قسمناه الى 3 بارت، البارت من بدايته الى ان يصل الى اللاترال تيريجويد مسل، البارت الثاني من يصل اللاترال تيريجويد، اما ان يكون سوبرفيشال اور ديب الى التيريجويد لاترال تيريجويد. الجزء الثالث راح يعوف الانفروتمبرال فوسا ويدخل الى انذر فوسا اللي هي شي سميناها سفينو بلاتاين فوسا، واللي يربط بين التو فوساي هي الفيشر اللي سميناه تيريجو ماكسيلر فيشر، زين، واضح. كل بارت منها من الماكسيلر ارتري يعطيني برانشات، البارت الاول يعطيني البرانشات خمسه، واني خالي لكم هذن المربعات الزرق على المهمه اللي تركز عليها. ايش راح يعطيني؟ راح يعطيني ديب اركولر، من اسمه ديب اركولر يعني رايح الى الاير، ويعطيني انتيرير تمبانيك يعني رايح للتمبانيك بليت يعني يجهز الاذن الوسطى، زين، ويعطيني الميدل منينجيال ارتري، هذا الميدل منينجيال ارتري اللي راح يرد ويدخل الى ميدل كرينيال فوسا عن طريق الفورامين سبونوزم، سبورامين سبونوزم، زين. وهذا حكينا عليه مهم، ليش؟ لانه يمشي بالتريون اريا، وحكينا عليه بالمحاضره السابقه. ويعطيني الاكسسوري منينجيال، هذا همين يدخل يشارك في تزويد البلد سبلاي الى المنينجيز ايضا.
ويعطيني هذا الانفيرير الفيولر اللي راح ينزل يصير مصاحب الى الانفيرير الفيولر نيرف يدخل الى المانديبولار فورامين. اوكي هذا الجزء الاول. الجزء الثاني هذا يعطيني ماسكولار برانشز لعضلات الماستيكيشن. زين لجميع شكو عضلات ماستيكيشن الاربعه يجهزن هذا الجزء وكذلك يعطيني البكال برانش هذا البكال برانش. اوكي الجزء الثالث هذا قلنا راح يدخل الى السفينوبلاتاين فورامين يعطيني هم خمس برانشات، واحد يروح للعين، واحد الثاني يروح للخشم، واحد اثنين يروحان الى البلاتاين للبلت. زين والخامس يروح الى الفارنكس. زين اللي يروح للعين اسمه انفرو اوربيتال، هم اكو فتحه يفوت من عندها انفرو اوربيتال فيشر ويروح. هذا المهم البوستيرير سوبيرير الوفيولر اللي مصاحب البوستيرير الوفيولر اللي راح يدخل الى الماكسيلاري ساينس يجهز الميوكوزا مال الماكسيلاري ساينس ويجهز الابر لاس تو مولر تيث. زين اللي يروح للخشم اسمه سفينو بلاتاين، يدخل من السفينو بلاتاين فورامين ويروح للخشم يجهز الميوكوزا مال الابر بارت اوف ذا نوز. واللي يروح للبلت اثنين الجريتر واللسر بلاتاين ارتريز، هم اكو فتحات بس نفس الاسم يدخل من عندهم. واللي يروح الى الفارينكس نيزو فارينكس هو فارنجيال برانش، يدخل عن طريق فتحه البلاتو فيجال كانال. زين هذا البرانشات الرئيسيه مال الارتري. النيرف قلنا شو اسمه النيرف الرئيسي هو ماندوبلر، يدخل الانفرا تمبرال فوسا عن طريق الاوفالي. زين يدخل ترانك يعطيني الترانك تو برانش، واحد سنسري واحد موتر. السنسري اسمه هذا مننجيال نيرف، يدخل يرد يدخل عن طريق الاوفالي لول سبونوزم الى داخل الميدل كرينيال فوسا يجهز الديورا بالسنسيشن. الموتر اللي يعطيه هو نيرف تو ذا مايلوهايد ماسلز، يجهز المايلوهايد ميديال العفو نيرف تو ذا الميديال تيريجويد، يجهز الميديال تيريجويد ويكون وبنفس الوقت يجهز عضلتين اخريات اللي هي تنسور تامباني والتنسور بلات. زين نقطه الاخرى يكون مكلب بي الاوتيك جانجليا، الاوتيك جانجليا مكلب بي وهي باراسمباثيتك جانجليا فور انرفيشن اوف الباراتيد جلاند. واضح هاي مهمه. بعدين الترانك يجي يتقسم الى انتيرير ديفيجن وبوستيرير ديفيجن. الانتيرير ديفيجن قلنا يعطيني برانشات ثلاثه يغذن عضلات الثلاثه الاخريات مال الماستيكيشن تمبراليس الماستر واللاترال تريجود، ويعطيني واحد موتر اللي هو البكل، هذا البكل اللي راح يطلع بتوين التو هيد اوف ذا لاترال تريجود ماسلز يجهز الميوكوزا اوف ذا سكن الميوكوزا اوف ذا تشيك اند ميوكوزا اند سكن اوف ذا تشيك. اوكي البوستيرير ديفيجنز يعطيني ثلاثه سنسري واحد موتر عكس الانتيرير، يعطيني الاوريكولو تمبرال وهذا يكون كاركترستيك ريليشن شيب ويا الميدل مننجيال ارتري تو روت يحيطا بالميدل مننجيال ارتري، بعدين يكون لوبينج وانسيركلينج الميدل مننجيال ارتري اللي هو برانش من فروم فيرست بارت اوف ذا ماكسيلاري ارتري. زين يحيط به وبعدين يتجه الى الباروتيد جلاند. زين يتجه الى الباروتيد جلاند. زين من يروح للباروتيد جلاند تطبق ويا البوز جانجليتك فايبر فور سكريتو موتور للباروتيد جلاند. اوكي يروح ويا هو وظيفته جنرال سنسيشن يعني بين وتمبرتشر. اوكي فور الباروتيد سبستنس فور ال الاكسترنال اوكستيك ميتاس التمبانيك ممبرين اند السكن اوف ذا تمبل. اوكي واضح. وهاي الجلاند هي وهاي الجانجليا هي الاوتيك جانجليا اللي مسؤوله على الباراسمباثيتك سكريتو موتور انرفيشن اوف ذا الاوتيك جانجليا. البري جانجليتك فايبر تجيني عن طريق اللسر بتروزر اللي هم يدخل لي منها من الاوفالي، بس انا مره ما اقدر اشوفه بالتشريح ليش؟ لان كلش قصير زين ومكانه كلش ديب فما يبين. البري
باراسمباثيتك سكريتو موتر انرفيشن فور الباراتيد هو اللسر بتروزا. الجانجليا هي الاوتيك جانجليا. البوز جانجليتك باراسمباثيتك جوينت اوركيلوتامبرا. واضح؟ تجي هنا على البوستيرير ديفيجن قلنا ثلاثة، واحد اوركيلوتامبرا، الثاني لينجوال، هذا اللينجوال حامل الجنرال سنسيشن فور الانتيرير تو ثيرد اوف ذا تانك. زين هسه يجي يطبق وياه، ما باين هنا بالرسم، يطبق وياه الكوردا تمبني اللي جايبه الباراسمباثيتك بوز جانجليتك سكريتو موتر انرفيشن فور سب مندبلر اند سب لينجوال سيليبري جلاند. زين يطبق وياه. وكذلك الكوردا تمبني مو بس الباراسمباثيتك سكريتو موتر انرفيشن مال السبمندبلر واللنجول، لا بعد هم وياها التيست سنسيشن يعني تذوق، احساس التذوق الى الانتيرير تو ثيرد اوف ذا تانك. اوكي العصب الثالث هو الانفيرير الفيلور، هذا الجنرال سنسيشن فور ذا التيث اوف ذا المندبلر تيث، وكذلك الجنجايفا، وكذلك السكن اوف ذا فلور اوف ذا الماوث. واضح؟ هاي ملخص الى كل المحاضره. هسه تجي نحكيهن وحده وحده بالتسلسل. قلنا اول منشيل السكن والماسيتر مسل والريماس راح ندخل للفوسه. شو نشوف؟ نشوف فينا شبكه شريانيه، شبكه وريديه قاعده على اللاتر تيرجويد مسل اللي سميناها تيرجويد فينوس بلكسس. هاي نشوفها بعد ما شلنا الريماس، وهي عباره على شبكه وريديه موجودة على ضمن ضمن اللاتر تيرجويد مسل داخلها أو علي أو عليها. زين وهاي تستقبل روافد من جميع البرانشات اللي مصاحبة إلى برانشات الأرتري. زين تنتهي بتشكيل مكزيلري فين، هذا المكزيلري فين تنتهي بتشكيله، وهذا المكزيلري فين راح يدخل باس باكورد انتر الباراتيد جلاند فروم ذا البوسترو ميديال سيرفيس اند جوين السوبرفيشال تمبرال فورمينج الريترو مندبلر انسايد الباراتيد جلاند. وهاي حكينا البقيه تفاصيل عن شنو اهميته. هذا هاي الاهميه البلكسس، هاي انه عندها كوميونيكيشن وذ انذر فينز، مثلا انتيريرلي كوميونيكيتد ويا الفيشيال فين، هذا الفيشيال فين الموجود بالخد يبدي من الميديال انجل اوف ذا الاي وينزل جوا الى الى الميديال انجل اللاترال انجل الى الانجل اوف ذا الماوث. زين ويطلع يدخل النك، هذا هو. زين فهذا ايش بي متصل بالتريجويد بلكسس عن طريق هذا النير، هذا الفين اللي هو اسمه ديب فيشل فين، يربطهم يربط هذا الفيشل فين السطحي مع التيريجويد فينوس بلكسس اللي موجوده داخل الانفروتمبرال فوسا. زين هاي واحد. اثنين مربوط بالكافرنوس ساينس، العفان دا اشير هنا انا هاي التيريجو بس هذا اللي قدامك ساجيتال سكشن مقطع طولي الى الراس، شنو بي بهاي الكرينيال كافيتي اللي يقعد بيها البرين جو بالكرينيال كافيتي. ايه هذا هاي كرينكا هنا انا اكو كافرنوس ساينس، هذا كافرنوس ساينس. زين هذا من احد الجيوب الاخاديد الوريديه الموجوده تجمع الدم من البرين ومن المننجز اللي تحيط بالبرين داخل الجمجمه، هذا موجود. زين اسفل الجمجمه هنا انا اسفله اكو الانفروتمبرال فوسا، هاي الانفروتمبرال فوسا موجود بيها التيريجويد فينوس بلكسس. زين هاي التيريجويد فينوس بلكسس قلنا عندها كوميونيكيشن، اول كوميونيكيشن ويا الفيشيال فين هذا الموجود على سطح الوجه، هاي هنا أنا مرسوم نص المكزيلري لان توضيحي، هو قاعد على سطح الوجه. زين على الجمجمه على اعظام الفيس قاعد بالسكن مال الفيس. زين
مربوط بالتريجويد فينوس بلكسس بواسطه هذا البين اللي اسمه ديب فيشل بين. هاي واحد. اثنين، التريجويد فينوس بلكسس مربوطه بالكفرنس ساينس هذا الموجود داخل الجمجمه بالكرينيال كافيتي، زين، بواسطه اميسيري فين. هاي الاميسيري فين اللي تفوت هذني عن طريق الاوفالي، فورامين اوفالي، زين، لان يعني عرفنا احنا الفورامين اوفالي تربط الميدل كرينيال فوسا بالانفرا تمبرال فوسا. هاي اثنين. ثلاثة، مربوط بالانفيرير اور ابثالميك فين. هذا انفيرير ابثالميك فين، انفيرير ابثالميك فين ايش بي مربوط به بواسطة فينز يفوت من الانفيرير اوربيتال فيشر، زين، انفيرير، فعدها كوميونيكيشن اذن ويا الفين الموجود بالعين ويا الفين الموجود بالخد ويا الفين ويا الكفرنس ساينس الموجودة داخل الجمجمة. شنو اهميتها؟ هاي اهميتها هاي البلكسس اذا صار التهاب بمنطقة الخد، خصوصا هاي المنطقة المحصورة ما بين العين والفم، زين، منطقة مثلثة محصورة ما بين العين والفم يسموها دانجر اريا، لان اني انفلاميشن، اي التهاب بهاي المنطقة اللي سميناها دانجر اريا راح تنتقل عن طريق هذا الكوميونيكيشن الى تيريجويد فينوس بلكسس، ومن التيريجويد فينوس بلكسس الى داخل الجمجمه الى الكفرنس ساينس، وداخل الكفرنس ساينس اكو اعصاب واكو ستركتشرات مهمه، اذا الالتهاب انتقل الها راح يولد تخثر بها، هي بها دم اضافه الى الستركتشرات المهمه بها دم، فاذا صار التهاب راح يصير تخثر يسموه كفرنس ساينس ثرومبوسيس، وهاي منطقه كلش خطر. الدانجر اريا شنو نقصد بها؟ هاي منطقه من الوجه مثلثه الشكل محصوره ما بين زوايا الفم والميديال كانثس مال العين محيطه بالام، زين، هاي منطقه خطره. ليش؟ لانه الفينوس درينج مال هاي المنطقه مرتبط مع الكفرنس ساينس عن طريق التيريجويد فينوس بلكسس، فاني انفكشن انها ان ذس اريا مايت بي سبريد تو ذا كفرنس ساينس كوزينج كفرنس ساينس ثرومبوسيس. زين بابا، هاي سؤال كلش مهم، سؤال كلش مهم، احكي لي على اهميه التيريجويد فينوس بلكسس وكيف ينتقل الالتهاب وما هي منطقه الدانجر اريا، زين، هذا سؤال كلش مهم، عدة صيغ للسؤال، بس هو موضوع واحد بعدة صيغ تقدر تجيب السؤال. هاي خلصنا من الستركتشر الأول، قلنا احنا نشيل الريمس، أول ما نشيله راح نشوف تريجويد فينوس بلكسس قاعدة على اللاترال تريجويد مصر، نشيلها يبين الارتري، المكزيلري ارتري يبين، المكزيلري ارتري القاعد على العضله، هذا المكزيلري ارتري، قلنا هذا يتكون خلف النك اوف ذا المندبل انسايد الباروتيد جلاند، زين، وهو وان اوف ذا تو تيرمينال برانش، تيرمينال برانش مال الاكسترنال كاروتيد ارتري هو في سمولر ولارجر، السمولر هو في سوبرفيشال تمبرال، وعرفنا وين يروح المكزيلري، هذا المكزيلري يفوت ميديالي يدخل التريجويد، يدخل الانفرو تمبرال فوس، زين، وقسمناه الى 3 بارت، فيرست بارت هذا من بدايه تكوينه الى ان يصل العضله اللاترال تريجويد مصر، السكند بارت هو يمشي على العضله، الثيرد بارت راح يختفي من المنطقه بان يدخل الى سفينو بلاتاين فورم، يبقى برانشات، زين، نقسمه الى على مود نعرف البرانشات نقسمه الى ثلاثة اقسام، الجزء الاول هو قبل ما يوصل اللاترال تريجويد مصل اسمه مندبلر بارت او فيرست بارت، الجزء الثاني يمشي على العضلة اما سوبرفيشال الى اللاترال تريجويد او ديب اله، زين، يسموه سكند بارت او تريجويد بارت، الجزء الثالث راح يختفي من المنطقة يدخل الى سفينو بلاتاين فورامين، زين، عن طريق السفينو مندبلر فيشر، زين، وهو الجزء الثالث.
كل جزء من هالاجزاء يعطيني برانشات. قلنا احنا البرانشات الرئيسيه مال الفيرست بارت واهم واحد هو الميدل منينجيال ارتري. ميدل منينجيال ارتري زين، هذا راح نحكي عليه بالتفصيل. اثنين الاكسسوري منينجيال ارتري، هذا يدخل من الاوفالي مثل ما شوفتكم الى سايد الميدل انسايد الميدل كرينيال كافيتي ويجهز الديوره وكذلك يجهز التراي جيمينال جانجلي. ثلاثة انفيرير الفيور، يكون هذا مصاحب الى الانفيرير الفيور نير، يدخل من الريموس اوف ذا المندبل عن طريق المندبلر فورامين ويا الانفيرير الفيور نير. زين الانتيرير تمبانيك، هذا يروح الى الميدل اير يعني الاذن الوسطى عن طريق فتحه اسمها بترو تمبانيك فيشر، يجهز التمبانيك ممبرين. الديب اريكولار، هذا يجهز الاكستيرنال اوديتوري مياتس والايريدرا. زين واضح، هذا بالصوره الاولى. هنا شوفك الانفيريال الفيولار، انفيريال الفيولار شلون دا يدخل الى الميدل منينجيال الميدل الى المندبلر فورامين. بالصوره الثانيه يشوفك الانتيرير، هذا نفسه هو الانفيرير الفيولار، بس قص المندبل ووضح لك اياه وين يمشي. يمشي داخل الريموس اوف ذا المندبل ويخرج من الفتحه المنتل فورامين، هنا يتغير اسمه يصير منتل ارتري. زين الثاني هذا الديب الميدل منينجيال، شلون عرفت اني هذا ميدل منينجيال؟ لان هذا يكون محاط بالتو روت اوف ذا الاوركيلو تامبرال، هذا الروت الاول وهذا الروت الاول، ويمشي الاوركيلو تامبرال يمشي وين؟ خلف ال خلف النك اوف ذا المندبل وخلف التي ام جوينت، هاي مكان التي ام جوينت، هنا يقعد الهيد اوف ذا المندبل، وهاي الموجوده هسه هي المندبلر فوسا. زين يقعد هنا فيمشي خلف، واضح؟ هذني فروع الرئيسيه. زين هذا هو ده يشرح لك على الميدل منينجيال. شوف الميدل منينجيال يكون محاط بالتو روت اوف ذا اوركيلو تمبرال، يدخل الجمجمه عن طريق فتحه ال طريق الفورامين سبونوزم. زين يمشي داخل الكافرنس الكرينيال كافيتي جروفنج الانترنال سيرفيس، هذا الانترنال سيرفيس هذا سجيتال سكشن، مقطع طولي للجمجمه، بيشوفك الكورس اوف ذا الميدل منينجيال ارتري. يدخل شوف دخل من الفورامين سبونوزم، يتقسم الى انتيرير وديفيجن انتيرير وبوستيرير ديفيجنز. زين يمشي على الانر سيرفيس اوف جريتر وينج اوف ذا سفينويد، هذا الجريتر وينج اوف ذا سفينويد العظم، امبيدد بالاوتر لاير اوف ذا ديورا. زين يمشي على كروسنج التريون، عرفنا التريون وين، وعرفنا ان هاي التريون منطقه ضعيفه عرضه للكسر، فاذا انكسره صار كسر بالتريون راح الارتري هذا لان يعني ملاصق الى التريون راح يصير له ربشه، واذا صار ربشه راح يصير نزف، واذا صار نزف راح يصير تجمع دم خارج الديوره يسموه اكسترا ديورال هيموريج، يسبب ضغط على البرين خصوصا الى منطقه المسؤوله على الحركه بالاطراف العلويه السفليه الموتر اريا ان ذا بري سنترال جايروس اوف ذا برين، المنطقه من الدماغ من المخ المسؤوله على الحركه الاطراف العلويه والسفليه. زين تؤدي الى حدوث شلل. زين هذا الجزء الثاني اخذناه، الجزء الثاني راح يعطيني ماسكولار برانش، وهسه نشوفكم ان شاء الله بالعملي هذن الماسكولار برانش كلهم، ونشوفكم ان البرانشات مال الانتيرير بارت ايضا. والثيرد بارت راح يعطيني برانشات قلنا تروح للعين وتروح الى النوز وتروح الى البلت وتروح ايضا الى الفارينكس وتروح الى المكزيلري ساينس، شوفناكم اياها بالسلايد الاول. اوكي وهاي الرسم شوفنا لكم اياها الجزء الاول، هذا الجزء الاول يعطيني برانشات الرئيسيه هو الانفيرير الفيولار، هذا اللي راح يمشي داخل الريمس. زين مع الانفيرير الفيولار نيرف وياخذ نفس الكورس ويطلع مننا من الجن عن طريق فتحه المنتل فورامين
يتغير اسمه يصير mental artery. زين، وقبل ما يدخل مثل النير، قبل ما يدخل المندبلر فورامين يطي برانش اسمه مايلوهايد artery. من اسمه مايلوهايد راح يجهز المايلوهايد مصل اللي هي عبارة عن الفلور of the mouth. هذا الجزء الأول. اثنين بعد شي يطيني، يطيني هذين البرانشات اللي رايحة واحد إلى الاكسترنال اوكستيك ميتا والدرام واكسترنال الدرام، وكذلك الانتيرير تامبانيك اللي راح يروح الى داخل الاذن الوسطى. زين، ويعطيني المنينجيال ارتري اللي هو ميدل منينجيال ارتري والاكسسوري منينجيال ارتري. الميدل يدخل من الفورامين سبونازم والاكسسوري يدخل من الاوفالي. السكند بارد يعطيني ماسكولار برانش، ماسكولار برانش باسماء عضلات الماستيكيشن، ماستريك برانش، تيريجويد برانش، وتامبرال برانش. وكذلك يعطيني البوكال برانش، البوكال برانش اللي راح يجهز عضله التشيك والسكن والميوكس ممبر. الثالث قلنا يعطيني برانشات تروح للعين وللخشم، اللي يروح للخشم اسمه سفينو بلاتاين، هاي مكتبتها اني لان بالرسم هي كلش واضحه. اللي يروح للعين اسمه انفرو اوربيتال. زين، اللي يروح الى المجزله والتيث هو البوستيرير سوبيرا الفيلار والانتيرير سوبيرا الفيلار. اللي يروح الى البالت هو الجريتر واللسر بتروزر. واضح. النيرفات، النيرفات احنا قسمناها لثلاثه: النيرف الرئيسي المندبلر نيرف، المجموعه الثانيه هي نير الباراسمباثيتك انرفيشن اوف ذا سليفري جلاند اللي بيها ثلاث اشياء: البري جانجليتيك والجانجليا والبوست جانجليا. والمجموعه الثالثه هو النيرف اللي راح يمر مرور الكرام بالمنطقه ويطي برانش واحد اللي هو ماكسيلري نيرف، والبرانش ماله هو البوستيرير سوبيرير الفيلا. النيرف الرئيسي المندبلر، قلنا المندبلر وهو ثيرد ديفيجنز اوف ترايجمينال. الترايجمينال نيرف هذا زين هو mostly sensory وبي برانش فرع صغير هو موتر. زين، يتقسم الى ثلاثه اقسام: ابثالميك، ماكسيلري، مندبلر. الابثالميك pure sensory يدخل العين، زين بعدين نحكي عليه بالتفصيل. الماكسيلري pure sensory يدخل الى التريجو بلاتاين فوسي عن طريق الفرامين اوفالي. طبعا هو النيرف هاي الجانجليا مالته موجوده بالميدل كرانيال فوسي داخل الجمجمه. من يطلع، يطلع ثلاث فروع، كل فرع يدخل من فتحه يروح الى منطقه. قلنا الفرع الاول هو الابثالميك يدخل للعين، الفرع الثاني يدخل الى منطقه التريجو بلاتاين فوسي اللي هي المنطقه المخفيه خلف العين والخشم. زين، والثالث هو المندبلر هو موضوعنا اللي راح يدخل الانفرا تمبرال فوسا عن طريق الاوفالي. الاوفالي هاي مو بس هذا، مو بس هذا البرانش يدخل بها، تدخل به بعد انذر برانشات راح اعددهم اذكر لان انتم اخذتوها بصف الاول. يدخل منه اللسر بتروزر، اثنين يدخل منه الاكسسوري منينجيال ارتر اللي هسه اخذناه اللي فيرست برانش اوف ذا ماكسيلري ارتر. زين، هذن الفروع اللي تدخل من عنده. زين، وهذا هو النيرف راح يدخل يكون مكون ترانك، هو ناتج من يكون ميكسد مو سنسري مثل ذني، ذني الاثنين كان سنسري. المندبلر موضوعنا يكون ميكسد نيرف لان هذا الاسود موتر، الابيض سنسري والاسود هذا الدوتد هو موتر، فالموتر يمشي فقط بالمندبلر. فالمندبلر ترانك هذا اللي طلع بالانفرا تمبرال فوسا هو ميكسد نيرف، هذا الترنك الرئيسي ميكسد نيرف. راح يتقسم الى تو برانش، كل برانش انتيريو ديفيجن انتيريو بوستير ديفيجن يكون ميكسن ميكست، كل واحد بي سنسر وبي موتور. واضح. فهسه البرانشات بعد ما خرج الترنك من الاوفالي يدخل الانفرا تمبرال فوسا، هاي الانفرا تمبرال فوسا هذا الترنك، قلنا الترنك ينقسم الى انتيريور وبوستيرير ديفيجنز. الترانك يعطيني تو برانش، واحد موتر وواحد سنسري حكيناهن.
السنسري، السنسري هذا قلنا واحد يدخل اسمه منينجيال ارتيري، راح يدخل الى من يدخل الى الجمجمه يغذي الديوره ويغذي الترايجمينال جانجليا نفسه. زين، يدخل عن طريق اما الاوفالي على السبونازا منينجيال. الثاني هذا اسمه شنو؟ نيرف تو ذا ميديال تيريجويد. زين، هذا شنو؟ مو بس يجهز الميديال تيريجويد، يجهز عضلتين اخريات وهي تنسور تنبني وتنسور بلتي. اوكي، موجودات بالمنطقه تابعات الى الفارنكس، ناخذها الى السوفت باليت والى الى الاير. اوكي، ويجهز الميديال تيريجويد مصر. اوكي، وتكون مكلبه بالاوتيك جانجليا. واضح؟ بعدين يجي النيرف ينقسم الى توبرا بوستيرير هذا وانتيرير. الانتيرير راح يعطيني 3 موتر ووان سنسري. شوف هذا الابيض سنسري، السنسري هو البكر حكينا عليه المني جاهز. الموتر راح واحد يروح الى الماستر مصل، واحد يروح الى اللاترال تيريجويد مصل، واثنين يروحن الى التمبرال مصل، لان التمبرال مصل التمبرالس مصل، لان هاي عضله كبيره. اوكي، يروح الاثنين انتيرير وبوستيرير تمبرال نيرفز. البوستيرير يطي بالعكس، يطي 3 سنسري وواحد موتر. اول واحد سنسري هو الاوريكولو تمبرال، والاوريكلو تمبرال يندرخ درخ. زين، مميز، عنده علاقه مهمه مع الميدل مانينجيال ارتري. هذا الميدل مانينجيال ارتري وهو برانش فروم ذا فيرست بارت اوف ذا المكزيلري. هنا طايره الام فصايره اكزيلري ابطي، غلط، هي مكزيلري، هنا اكو ام. زين، فهذا يعطيني برانش اسمه ميدل مانينجيال، يكون محاط ب تو روت اوف ذا الاوريكولو تمبر. والاوريكولو تمبر راح يكون يمشي خلف النك اوف ذا المندبل، زين، وخلف التي ام جوينت انسايد الباراتيد جلاند، ويرد يطلع من الابر بوردر اوف ذا الباراتيد جلاند يروح الى التمبل اير. يجهز الباراتيد سبستنس، مو الكبسول، سبستنس بالجنرال سنسيشن، ويجهز السكن اوف ذا تمبل اريا، وكذلك الاوركل والاكسترنال اوكستيك مياتس والاكسترنال ايريدرم، هذه يجهزها. واضح؟ بنفس الوقت راح يدخل يجيب وياه يحمل معاه البوز جانجليتك فايبر فور سكريتو موتر باراسمبثتك اوف الباراتيد جلاند. الميل جايه هاي جايتني من الاوتيك جانجليا، البري جانجليتك مالتها اللسر بتروزل اللي راح يدخل من الاوفالي مع الميديال مع المندبلر نيرف. مندبلر نيرف، واضح هسه؟ هاي خلاص، خلاص الـ خلاص المكزيلري ارتر. هنا ده يحكي لك هذا الانتيرير ديفيجن وهذا البوستيرير ديفيجن. الانتيرير ديفيجن يعطيني قلنا 3 موتر، شوف هذني مبينه من عندهن البرانشات اللي رايحه الى التمبرالس، زين، انتيرير وبوستيرير، ومبين من عندهن البكل، هذا البكل يمشي داون وورد، يمشي على البوكسينيتر، بس ما يغذي البوكسينيتر، ها، اللي يغذي البوكسينيتر بكل فروم ذا الفيشل، فعلى مود نميز البكل الاثنين، واحد مال الفيشل عن البكل مال المندبلر، نقول على مال المندبلر لونج بكل، هذا يكون سنسري، يجهز الميوكوزا والسكين مال التشيك. المصل مال التشيك البكسينيتر هو يجهزها هذا الفيشن نيرف اوف بكل برانش اوف ذا الفيشن نيرف. التشيك الخد يتكون من سكين مصل ميوكوس ممبرين. واضح؟ الميوكوس ممبرين والسكين يغذيهم اللونج بكل، العضل البكسينيتر يغذيها البكل اوف فيشن. واضح؟ هذا هو. وهذا البوستيرير ديفيجنز الميل يتكون شط برانشات يعطيني 3. هذا ابو التو روت هو المندبلر، شوفه يمشي خلف
neck of the mandible. هذا هنا يقعد الcondyle process. زين هذا هنا مكان الريمس. هاي مكان الريمس وهذا الcondyle process لأن هذا هي المانديبولر فورامين اللي راح يقعد بها الهيد of the condyle process. فيمشي خلف neck of the mandible وخلف TM joint. inside the parotid gland لأن هذا هي البروتيد جلاند هنا تكون مقاله زين ويصعد للاعلى واضح ايش بي هذا بي جنرال سنسيشن للكبسول للسبستنس باراتيد سبستنس للاكسترنال اوكستيك ميتاس للاكسترنال ايريدرام والى التمبل السكن اوف ذا تمبل ريجن ويحمل معاه البوز جانجليتيك parasympathetic secretomotor fiber for the parotid gland. ميل جاي من الاوتيك جانجليا. البري جانجليتك مالتها ميل اللسر بتروزا. زين هاي حكيتها في 100 مرة. هذا شنو هو البرانش؟ هذا اللينجوال. هو second branch of the posterior division. شوف اللينجوال. هذا رايح وين؟ رايح الى التانج. من اسمه لينجوال تانج. المن يجهز؟ يجهز general sensation for the anterior two-third of the tongue وكذلك the floor of the mouth the mucosa of the floor of the mouth وجنجايبة زين يجي معاه يطبق معاه الكوردا تنبني هاي الكوردا تنبني كوردا تنبني يجي معاه يدخل شنو الكوردا تنبني كوردا تنبني هو pre-ganglietic parasympathetic secretomotor to the submandibular واللينجوال بري جانجليتك مو بوس جانجليتك يدخل على مود يجي هاي الجانجليا اللي راح نجي ناخذها بالدروس الجايه اسمها submandibular جانجليا لان هاي المنطقه اسمها submandibular region زين يجي من البوس من السبمانديبولر ريجن تطلع البوس جانجليتك فايبر يروح يغذي submandibular gland والسبلينجوال gland اوكي هاي الثانيه الثالث هذا البوستي الانفيرير الفيلر ار نير هذا شوف مقطوم ليش مقطوم لان احنا شلنا الريمس لان هو يمشي داخل الريمس ويرد شوف يمشي داخل الريمس ويطلع من هاي الفتحه المنتفخة قبل ما يدخل يعطيني هذا البرانش اسمه شنو اسمه نير تو ذا مايلوهايد زين هذا يجي يغذي المايلوهايد هاي المايلوهايد مكون لنا قاع الفم ما الفلور اوف ذا ماوث و العضله هاي الثانيه anterior belly of digastric anterior belly of digastric هاي العضله يغذيني anterior belly of digastric واضح يعني العفو مو هاي هاي posterior belly هاي anterior belly anterior belly of digastric هاي المايلوهايد وهاي anterior belly of myo of the digastric هاي مايلوهايد وهاي الانتيرير بيلي اوف دايجاست يغذيهن هذا النيرف اللي اسمه شنو نيرف تو ذا مايلوهايد اللي جايين ميل من الانفيرير الفيولار اللي جاي ميل من البوستيرير ديفيجن اوف ذا المانديبولار نيرف اوكي هاي العضله هاي البوستيرير بيلي اوف ذا مايو ما علينا يغذيها غير نيرف مو موضوعنا واضح عيني هاي الاشياء المطلوبه منك اذا المانديبولار نيرف يغذي اربع ثمان عضلات اثنين اربعة مال الماستيكيشن واثنين اللي يغذيهن نيرف تو ذا مايلوهايد هاي مايلوهايد والانتيرير بيلي اوف دايجاستيك واثنين الاخرات يغذيهن النيرف فور ميديال تيلجويد اذا تتذكر حكينا بالبدايه اللي يجينا من المين ترانك يغذي الميدل من الميديال تيريجويد مسل ويغذي عضلتين اخرى اللي هي التنسور تنبني والتنسور بلد اوكي فيجيك سؤال مهم ما هي العضلات التي يغذيها المندبلر نيرف تقول لي ثمانيه اثنين اربعه مال ماستيكيشن واربعه اخريات وتعددهم اثنين ما يغذيهن النيرف تو ذا مايلوهايد اللي هو برانش من الانفيرير الفيولار اللي هي مايلوهايد والانتيرير بيلي اوف دايجاستيك واثنين الاخرى يغذيهن نيرف تو ذا ميدل تيريجويد اللي هي تنسور بلاتي وتنسور تمبل اوكي هاي هي هنا بالمناسبه خل اشرح على هذا لان صوره بي توضحها كلش حلو هاي العضله احنا مسوين ديب دايسكشن
شايلين الريمس وشايلين اللاترال تيريجويد هاي تو هيد اوف ذا لاترال تيريجويد وشايلين الميديال تيريجويد هاي الميديال تيريجويد زين مبين هنا ورا ما حكينا هذني هذا الميدل منينجيال ارتري يكون محاط بالتو روت اوف ذا الاوركلو تمبرال اي هذا ده تشوفه هذا posterior superior alveolar artery شوف يمشي على ال posterior surface of the المجزله قلنا المجزله هي ال anterior boundary of the infratemporal fossa شوف يمشي عليها شنو هذا النيرف اللي هو جاييني مو من المندبلر جاييني من المجزله اللي ما يبين هنا شوف هنا ما يبين كلش عميق يمر شويه داخل ال inferior بالسقف يمر لمسافة صغيرة بسقفها يطي هذا البرانش ويدخل شوف دا يريد يدخل هنا يدخل وين يروح إلى الانفيرير إلى الأوربت عن طريق الانفيرير أوربيتال فيشر يدخل إلى الأوربت واضح؟ ميل جاي من السفينو بلتاين فورامين قلنا هو المكزيلري إذا تتذكر second division of the mandibular يدخل إلى سفينو بلتاين فورامين عن طريق الفورامين روتندر من السفينوبلتاين فورامين يخرج يدخل بالجزء العلوي من الانفيرير الفيلر انفروتمبرال فوسه ويرد يدخل الى الاوربت عن طريق الانفيرير اوربيتال فيشر اوكي هذا كله حكينا هذا ده يحكي على الاوركولر اوركولو تمبرال نيرف اللي حكينا عليه بالتفصيل وهنا دا يحكي على الانفير الفيلر اللي حكينا عليه بالتفصيل وهنا على المايلو نيرف تو ذا المايلو هايد وحكينا عليه زين وهنا دا يقول لك هذا الانفير الفيلر يغذي الاسنان مال الفك السفلي والميوكوزا مال الماوس زين فاذا تريد تشتغل على الفك السفلي لازم تخدر هذا النيرف شلون تخدره بأن تضرب التخدير مالك في هذا المكان اللي محصور شوف إذا يسموه inferior dental block شلون نخدره بعملية اسمها inferior dental block هذا التكنيك for anesthetize لتخدير inferior alveolar nerve and its terminal branches زين terminal branches هي المنتل nerve والمنتل نيرف زين شلون نضربه بلاند مارك هذا النيرف نفتح الفم نقول له افتح حلقك نتحسس الكورونويد نوتش هاي الكورونويد نوتش ونشوف هاي الفولد هاي اسمها تريجو مندبلر رافي نضرب بالمنطقه الان بتوين التو لاند مارك اول مره تحسسنا شنو كورونويد نوتش وبعدين نباوع على هذا الفولد اسمه تريجو مندبلر فولد ونضرب الانجكشن هنا midway between the two landmark هذا landmark وهذا landmark هذا نقدر نتحسسه وهذا نقدر نشوفه فنضرب فمن تضرب هاي المنطقه راح تخدر النيرف هذا واذا خدرت هذا النيرف تقدر تشتغل على كل الاسنان الفك السفلي زين لان هو يغذيهم كله اللينجوال قلنا اللينجوال عنده قصه مع الكوردا تمبني زين لانه الكوردا تنبني يدخل الى الانفروتمبرال فوسا من هنا عن طريق فشر اسمه بتروتمبنك فشر زين يدخل عن طريق بتروتمبنك فشر يدخل للفوسا هاي عن طريق هذا الفشر هو جايين منين من العصب السادس جايين ايش يحمل شيئين يحمل التست فايبر احساس التذوق ويحمل البريجانجليتك باراسمباثيتك انرفيشن فور ذا السبمندبلر جانجليا زين واضح ويجي يدخل يطبق ويا اللينجوال اللي رايح لنفس المنطقه فهو الغايه من عنده يريد يوصله الى الجانجليا هاي وهاي الجانجليا موجوده هي من يوصل هاي يسوي ريلي بيه والبوز جانجليتك تطلع تروح تغذي هذني الاثنين اللي واضح؟ هاي حكينا. اثنين النقطة الثانية المهمة باللينجوال انه عنده فدريليشن مهم
تهم طبيب الأسنان إنه يكون يمشي على الميوكوزا مال السك مال المول لاست مولر سكت. هذا اللاست مولر، شوف هذا مفتوح الفم وهذا هو التانك، شوف هذا التانك وهذا هو اللاست مولر، هذا اللاست مولر هذا السكت مالته مغطى بميوكوزا. فمن تفتح الميوكوزا ده شوفك شنو النيرف، شوف شلون قريب عليه. فهذا من يسوون اكستراكشن لهذا السن اللاست مولر سن العقل، من يشيلوا هذا شنو قد يسوون انجري الى هذا النير. واذا صار انجري ايش راح يصير عندك؟ راح يصير عندك انه يفقد الاحساس، المريض يفقد الاحساس بالانتيرير، احساس التذوق بالانتيرير تو ثيرد اوف ذا الماو اوف ذا تانك. هاي واحده. اثنين، السكريشن مال السبمندبلر والسبلنجوال راح يقل، زين، لانه هذا جاي ويا طابق السكريشن جاي وياها، زين. وكذلك الجنرال سنسيشن يعني البين يبقى مخدر، اللسان يبقى مخدر، اللسان يبقى مخدر، واضح. هذا هو اللينجوال، شوف هذا هو اللينجوال، وهذا الانفيرير اليفير يمشي وراء ده يمشي ده يدخل بالمندبلر فورمن، وقبل ما يدخل يعطيني نيرف تو ذا المايلوهيد. وهذا النيرف الثالث اللي هو الاوريكولو تمبرال اللي متكون من التوروت. هذني كلهم بابا، شوف ايش قد مهمات هذني، لازم تدرخن درخ، زين. وهاي الاوتيك جانجليا، زين، من الاوتيك جانجليا يدخل لنا اللسر بتروزر، هذا اللسر بتروزر، شوفه هذا اللسر بتروزر ده يدخل بي، زين. ليش ده يدخل بي اللسر بتروزر؟ هذا جاييني من العصب التاسع، اللسر بتروزر جاييني من العصب التاسع لان يحمل البريجانجليتك، فرق يختلف عن هذا، يحمل البريجانجليتك باراسمباثيتك فور انرفيشن اوف باراتيد جلاند، بينما هذا العصب هذا تمبنك هذا حامل البريجانجليتك باراسمباثيتك انرفيشن فور سبمندبلر جانجليا وسبمندبلر جلاند اند سبلينجوال جلاند. اوكي، هذا يطب بالاوتيك، اللسر بتروزر يطب بالاوتيك، والبوس جانجليتك مالته يفوت بالاوريكولو تمبرال يروح للباراتيد جلاند، بينما الكودا تمبني يطب ويا اللينجوال يروح للسبمندبلر جانجليا جلاند، ومن عندها يروح الى السبمندبلر والسبلينجوال. اوكي، هذا حكيته كله. البري جانجليتك الموجوده بالمنطقه هي الاوتيك جانجليا شفناها، واللسر بتروزر اللي هو يحمل بري جانجليتك بوس بري جانجليتك باراسمباثيتك سكريتوموتر فور باراتيد جلاند، والكوردا تمبني يحمل شيئين، يحمل التيست فايبر فور انتيرير تو ثيرد اوف ذا التانك، ويحمل بري جانجليتك باراسمباثيتك فور سكريتوموتر فور السبمندبلر والسبلينجوال. اوكي، وهنا راح نحكي عليهم بالتفصيل. الاوتيك جانجليا وهي عباره عن بارا سمباثيتك جانجليا موجوده بالانفروتمبرال فوسا، اناتوميكلي تشريحيا مربوطه بالمندبل، بس وظيفيا مربوطه بالعصب التاسع، تشريحيا مربوطه مشلبه لانه مشلبه بالعصب الخامس مندبلر ديفيجنز، بس الشغل مالتها مو ويا العصب من المندبلر، الشغل مالتها ويا اللسر بتروزر اللي جاييني من العصب التاسع، زين، موجوده ما بين التنسور بلتي مصل والمندبلر نير بلو الفورامين اوفالي. هاي الفورامين اوفالي وهاي التنسور هنا العميقه، هاي العضله العميقه التنسور بلتي وهذا المندبلر، زين. شنو هي هاي الجلاند وظيفتها؟ ريلي ستيشن فور باراسمباثيتك سكريتوموتر انرفيشن اوف الباراتيد جلاند. البري جانجليتك مالتها ميل عن طريق العصب التاسع، هذا العصب التاسع، زين، هذا العصب التاسع، زين، يطي برانش اسمه لسر بتروزل اللي يحمل بري جانجليك باراسمباثيتك سكريتوموتر الباراتيد جلاند، يدخل الانفروتمبرال ثرو الفورامين اوفالي، و
يسوي ريلي بهاي الجنجليا والبوز جنجليتك فايبر يطلع يروح يتحد مع الاوريكولو تمبر على مود يوصل الى الباراتيبيا. هذا مهم بابا، هذا يندرغ الحكي درخ، انا عدته 20,000 مره فيندرخ درخ زين. هذا ترى سؤال وهذا الرسم ماله، هذا هو البرين يطلع من عند العصب التاسع بالباراسمباثيتك فايبر اللي تروح الى الاوتيك جانجليا زين. هذا هو النير من يوصل الى الاذن يعطيني هذا، يعطيني اللسر بتروزر، هذا اللسر بتروزر يدخل الانفرا تمبرال فوسه يسوي ريلي داخل الاوتيك جانجليا، البري جانجليا البوست جانجليتك تطلع من الاوتيك جانجليا تروح مع الاوريكولو تمبرال الى الباراتيد جلاند زين. هنا الكوردا تمبني، كوردا تمبني قلنا بي اثنين يختلف عن اللسر بتروزر، ببري جانجليتك بارا سمباثيتك سكريتو موتر فايبر فور السبمندبرال جلاند والسبلينجوال جلاند، يدخل الانفرا تمبرال فوسا عن طريق البترو تمبنيك فيشر زين، بترو تمبنيك فيشر زين، يسوي ريلي وين بالسبمندبرال جانجليا. هذا هو شوف هذا مكان منبعه، مكان المنبعه من البرين، يطلع يدخل مع العصب السادس فيشل، بعدين يطلع من الفيشل داخل الاذن ينفصل عنه ويدخل الى داخل الانفرا تمبرال فوسا ثرو البترو تمبنيك فيشر زين، يروح مع اللينجوال يوصل الى الى السبمندبلر جانجليا اللي هي ريلي ستيشن فور باراسمباثيتك سكريتو موتور فايبر تو سبمندبلر والسبلينجوال جانجليا زين. ومن عندها من عند البوست جانجليتك يطلع يروح الى، اما دايركت يروح البوست جانجليتك تروح دايركت الى الجانجليا اور ثرو البرانشز اوف لينجوال هم نفس الشيء. وشكرا جزيلا، اي سؤال انا حاضر ان شاء الله، اقروها انتم مره مرتين ثلاثه اذا عندك اي صعوبه احفظها، هاي محاضره مهمه لك كطبيب اسنان موضوعها كلها يخصك اوكي، وأنا حاضر لأي سؤال وشكرا جزيلا.